الوضعية. مجلس الحكومة صادق كذلك على مشروع مرسوم متعلق بمدونة التأمينات يخول للسلطة الحكومية تحديد بعض المقتضيات المتعلقة بالتأمين التكافلي. يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تفعيل أحكام بعض المواد من القانون رقم 1799 المتعلق بمدونة التأمينات، كما يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية صلاحية تحديد بعض المقتضيات المتعلقة بالتأمين التكافلي، وخاصة معايير تحديد أجرة سير حسابات صندوق هذا التأمين وكيفية أدائها لمقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي. كما يخول مشروع المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد الشروط النموذجية المتعلقة بعقود التأمين التكافلي والشروط الخاصة التي يمنع أو التي يجب إدراجها في هذه العقود.